درس من فنون العدالة من الدنمارك. وزيرة الهجرة والاستيعاب الدنماركية السابقة أنجر ستوكبرج هتقضي أجازات عيد الميلاد ورأس السنة في السجن بعد إدانتها من المحكمة بالسجن 60 يوم بسبب إيه بقى؟ شكوى اتقدم بيها لاجئ سوري اسمه النور علوان. هذا الرجل قال في شكوته إن الوزارة قررت تحطه في مركز لاجئين مختلف عن المركز اللي فيه زوجته لمدة 4 شهور رغم إن هي كانت حامل. الواقعة دي حضراتكم كانت إمتى؟ كانت في 2016 أول ما وصل الدنمارك، ومن سنتين تم إقالتها من منصبها بحكم قضائي أيضا نتيجة التنكيل بالمهاجرين، خصوصا إنها كانت بتعمد تفريق الأزواج من اللاجئين والسوريين والعراقيين في مخالفة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. شوفوا حضراتكم العظمة، القضاء بينصف لاجئ راجل، يعني حتى المجتمع ما بينظروش بالنظرة إن المناسبة أو الحقيقية لمجرد وعلى وزيرة في الحكومة. الأول أقلوها ثم سجنوها في موسم الأعياد، وهو أمر يعني في رأيي لو تعلمون عظيم.